بون السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. ام تي بودكاست هكذا اليوم ما غاديش تشوفوني مي غادي تسمعوني برك. رايحين نحكيو على لي غران راجل دو لا تكنيك دو ناش ولا لي فوندامونطون في لا ناتاسيون، باسكو كاين بزاف الاخطاء، كاين بزاف الفايس يغلطوا فيهم ليزونترينور ومام حنا غلطنا فيهم قبل. الحمد لله واحد كي دار لي ريشيرش وكاع قدر لي صحح بهاد الاخطاء. الحاجه الاولى اللي نحكوا عليها قبل ما نديفلوبيو لا ريسبيراسيون ديال الناجور لولو، انو باي انديسبونسابل تو فيكسي ان سارتان نومبر دو ريك، لازم واحد القواعد نتفاهموا عليهم، وكاين واحد لي كونديسيون يقعدوا ثابتين ثاني كنتفاهموا عليهم. الحاجه الاولى هي لا شارج دو طرافاي اينيفي، يعني وقتاش نطلعوا لا شارج دو طرافاي تاعنا. اسكو انا جولي ما يعرفش يوم ولا ما عندوش الباس تكنيك مليحه غادي نبداو نحوسوا له باش نهبطوا الكرونو كامل. دونك هذا اكبر خطر. دونك ما نقدش نروح لا ناتاسيون كومبيتيتيف بلا ما تكون عندي اون باس تكنيك مليحه. يليق لو ناجور تاعي يكون بيرفيكسيوني في الكرون في الدوف لا براس في لو باب باش يقدر يكون ان ناجور دو كومبيتيسيون. هذه حاجه الاولى. حاجه الدوزيام ما نتسرعش، باسكو كون نتسرع وندي لاتليت تاعي لا كومبيتيسيون ديريكت نبدا ندخل في اجواء المنافسه وهو ما عندهش اون باس مليحه، دوك انا غادي نكذب عليه وغادي نحطمه، باسكو اللي عنده تكنيك مليحه هو اللي غادي يربح. هذه حاجه باينه. حاجه الاولى في التعلم لازم توجور نروحوا من البسيط للمعقد، نخيروا لو جيست لو بلو سامبل اوبسيرفون لا ديفيرونس اونتر لو بون ناجور اي لو ديبيتون. دونك كل ما يكون لو ناجور النيفو تاعو مهود النيفو تاعو هابط غادي نعطيه دي جيست سامبل دي زيكزارسيس سامبل، ما غاديش نعقد له ما غاديش نعلمه حوايج وهو ما عندوش دي باز منها. هذه حاجه الاولى. حاجه الدوزيام ولا حاجه التروازيام اللي غادي نحكي عليها هي لا بروغريسيون. لا بروغريسيون عندنا بزاف فايس اللي يعاونوا لو ناجور على لا بروغريسيون. حاجه الاولى لا كونديسيون فيزيك جينيرال. حاجه الدوزيام لو ديفلوبمون دو سامورفولوجي. اي بان هاد الحوايج كاع هما لي كومبليتيو لو ستيل دو ناج، وهاد الحوايج باش متعلقين بدرجه النضج عند السبح. دونك كي الحق لو ناجور تاعنا مور نضج ولا عيطولو لا بيبارتي راح هنا لو ستيل تاعو تاع لا ناج يكملو، يعني يعود عنده ان ستيل خاص به على حساب لا مورفولوجي تاعو على حساب لي كاباسيتي فيزيك تاعو. دونك ما نقدروش نحكيو على لو ستيل دو ناج عند لونف. دونك حتى يكمل النمو تاعو ويكمل التكوين القاعدي تاعو ويكمل يعني لا تكنيك دو ناج تاعو باش يعود عنده ان ستيل. شوفوا جو سي با اسكو شفتو ان كومبيتيسيون تاع 50 كرول ولا 400 كرول تلقاو بزاف لي ناجور يعني لا تكنيك تاعهم لو ستيل دو ناج تاعهم بدل كل واحد كيفاش يعوم. هذه على حساب الطول تاع لي تاعو على حساب لا ماس ميسكولار تاعو على حساب لا موبيليتي تاع لي بول تاعو. هاد الحوايج كاع يدخلوا فيها. حاجه تروازيام اللي لازم نحكوا عليها هو لا ريسبيراسيون. لا ريسبيراسيون كيما نقولوا حنا هي اللي تتحكم في المستقبل السباح. كيما يقول لك لا ريسبيراسيون كونديسيونيرا لا فينير دو ناجور، يعني بالك تقول او شنو لا ريسبيراسيون حاجه سهله، نو اذا باش تكون عندك ان بون ريسبيراسيون لازم تتعلم سوفلي مليح داخل الماء تخرج الهواء، باسكو هذه هي اللي تخلي لو جاست تكنيك تاعك ما فيش يعني اضطرابات، تعوم اليز تلحق الاكسجين للعضلات، هذا راح يخليك تعوم مرتاح. دونك جينيرالمون هادو هما لي فوندامونطون تاع لا ناتاسيون ولا لي غران راجل تاع لا ناتاسيون. دونك هذا هو البودكاست اليوم، ان تي بودكاست هكذا حبيت نعطيكم فيه لي راجل تاع لا ناتاسيون. اللي عجبو اي كومونتي لي باش نديرو فيس واحد اخرين نديرو دي زوتر بودكاست. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.